هتشوف في الحلقة دي ازاي تعمل لوجو احترافي تقدر تستخدمه في قناة اليوتيوب او الموقع بتاعك، او حتى تقدر تحول الموضوع لشغل وتصمم لوجوهات على مواقع الخدمات، وهيبقى ربح كويس جدا، وخصوصا ان الموضوع مش هياخد معاك وقت، وكمان كل الامكانيات متاحة ومش محتاج اي خبرة ولا مهارات عشان تصمم لوجو على الموقع ده، لان الموقع بيوفر لك ادوات سحب وافلات، يعني الموضوع هتلاقيه سهل جدا. زي ما هتشوف كمان ان الموقع مجاني، يعني مش محتاج اي فلوس ولا عضوية ولا اشتراك، وهتقدر تصمم لوجو احترافي مجاني تماما. اهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين، حلقة جديدة ونكمل بعد الفصل. ده الموقع اللي هنعتمد عليه في عمل تصميم لوجو احترافي ومجاني زي ما وضحنا في المقدمة، وهتلاقي الدومين ظهر قدامك لانه مش هيبقى موجود في الوصف بتاع الحلقة دي. كده الواجهة الرئيسية للموقع، نبدأ كده من القايمة اللي فوق دي، خلينا في الجزء الشمال لان الجزء اليمين ده هنقوله في الاخر. هنا بتقدر ان انت لو دوست عليها زي ما انت شايف بيوضح لك كده نقط تقسيم على الصفحة لو هتساعدك في التصميم بتاعك. هنا طبعا لون الخلفية، لو انت عايز تغير لون الخلفية مش عايز بترجعه تاني زي ما كان. هنا طبعا اليمين والشمال ده لو عايز ترجع خطوة مثلا عملتها، وهكذا لو عملت حاجة يعني وعايز تلغي التعديل اللي انت عملته. يبقى ده كده بالنسبة للجزء اللي فوق اللي هو ده. لو دخلنا هنا على القايمة اللي على الشمال دي هنبدأ نلاقي تحت كده انجليش، دي اللغة لو انت عايز تعمل التصميم بتاعك عربي او انجليزي، وطبعا في اكتر من لغة زي ما انت شايف، تختار اللغة اللي تناسبك. الخانة اللي بعدها دي اللي انت تقدر تعمل منها ابلود، لو عايز تعمل ابلود لصورة مثلا عندك وتضيف على التصميم او تبدأ ان انت تعدل عليها هتختار دي. تيجي بعد كده هنا هتلاقي البيزنس كارد، لو عايز انت تعمل تصميم بيزنس كارد هتلاقي ان هو عامل لك تصميمات جاهزة وبتبدأ ان انت تعدل عليها او تضيف عليها لو انت حابب تعمل كده. دي تصميمات اهي ثابتة وبتبدأ ان انت تضيف عليها، وطبعا الشكل اللي انت بتصممه او اللوجو اللي انت بتصممه بيبدأ ان هو يحطه لك على الكارد كده زي ما انت شايف، يعني هو الايقونة التلقائية اللي هو جابها في الصفحة الرئيسية وبيبدأ ان هو يحطها لك لو انت ما غيرتهاش. بعد كده هنا اد شيب، دي لو عايز تضيف شكل على التصميم بتاعك. انت كده شايف الاشكال المتاحة، ودي تقدر ان انت لو هتساعدك في حاجة في التصميم بتبدأ ان انت تضيفها. هنا بتبدأ ان انت تضيف الرموز بتاعتك اللي انت بتحتاجها في التصميم، ودي طبعا بتبقى تصنيفات كتير جدا متوفرة، بتقدر ان انت تضيف اي حاجة منها، طبعا زي ما قلنا مجاني مفيش اي حاجة، مهما كان التوبيك اللي انت بتستهدفه وعايز له لوجو هتلاقي بنسبة كبيرة في كاتيجوري بيخدم المجال اللي انت عايزه. هنا مثلا لو عايز حيوانات، هنا في اسهم، هنا هتلاقي بيزنس، يعني هتلاقي كمية كبيرة جدا، وجوه كل كاتيجوري هتلاقي ايقونات كتير جدا تقدر تستغلها وتقدر تستفيد بيها في التصميم. وزي ما قلت لك مش معنى ان انت تستخدم الموقع ده ان انت تستفاد بيه بس في حتة ان انت تصمم مثلا لوجو للقناة بتاعتك للموقع بتاعك او حاجة كده، انت ممكن تستفاد بيه في مواقع الخدمات كويس جدا. الناس اللي بتصمم لوجوهات تقدر ان انت تصمم لوجو بالطريقة دي وتقدر ان انت تحقق منها ارباح كويسة جدا لو اتقنت الموضوع وعرفت تعمله بشكل سريع. وزي ما هتشوف دلوقتي انت مش محتاج اي خبرة ولا اي مهارات في اي حاجة، وعندك حاجات كتير متوفرة تقدر ان انت تستخدمها. سينما، وهنا مأكولات ومشروبات، يعني تصنيفات كتير جدا انت بقى تبقى تدور فيها على حسب اللي انت عايزه، بس بنسبة كبيرة هتلاقي اللي انت عايزه وبتدور عليها هتلاقيه موجود في التصنيفات دي. نيجي هنا لاخر حاجة اللي هي من فوق، احنا بدأنا القائمة بالعكس. هنا لو عايز ان انت تضيف نص اهو، مجرد ما تدوس عليه اد تكست بيبدأ ان هو يجيب لك الكتابة وان انت تضيف نص اللي انت عايزه. طيب احنا دلوقتي قلنا دي الصفحة الرئيسية، انا عايز اعرف دلوقتي ازاي هبدأ شغل في الموقع ده بما اني لسه فاتح الصفحة. اول حاجة هتعملها ان انت تضغط على نيو علشان تبدأ ان انت تعمل شغل جديد، وتضغط على يس كده جابك صفحة بيضة خالص هتقدر ان انت تشتغل فيها. طيب بالنسبة لنا انا عايز دلوقتي اعمل لوجو، اول حاجة مثلا انا محتاجها ممكن ان انا اضيف ايقونة علشان ابدأ اشتغل بيها، وانا احتاج حاجة مثلا تكون التسويق، مثلا اختار مثلا ماركتينج. انا هنا اخترت الماركتينج وهبدأ ان انا اختار ايقونة تخدم التصميم اللي انا عايز اعمله، وطبعا زي ما قلنا الصور كتير جدا هتقدر ان انت يبقى عندك اكتر من خيار تختار منه الصورة اللي انت عايزها علشان تساعدك في التصميم بتاعك. وليكن مثلا هختار الصورة دي، اول ما بتضغط عليها بتجيلك بره
على الشاشة الرئيسية. بص بقى ازاي بتتحكم في الايقونات اللي انت بتختارها في الموقع. مجرد ما بتضغط عليها بيجيلك هنا كام اختيار علشان تبدأ ان انت تنفذ بيهم حاجة. اول حاجة ديليت ده لو عايز تشيلها، دوبليكيت ده لو عايز تكررها. بص مجرد ما دوست عليه اتكررت، طب انا عايز اشيلها، ديليت اهي اتشالت، يبقى انا كده عرفت ده وده. طبعا هنا عشان تجيبها قدام ورا، لو في قدامها صورة عايز ترجعها مثلا ورا قدام كده. طب هل انا اقدر اتحكم في الايقونة دي؟ اه، مجرد ما بتضغط عليها كده بيجيب لك هنا اوبشنز ان انت تعدل فيها. وليكن مثلا انا دلوقتي مجرد ما دوست عليها الجزء اللي بيظهر ويختفي ده اللي هو هيتعدل فيه. يعني انا لو دوست هنا في الالوان بصوا اهو. طيب هل انا اقدر اعمل حاجة تاني؟ اه، تقدر ان انت تعدل في الاجزاء الداخلية للايقونة. بمجرد ما تدوس اول دوسة اضغط دوسة تاني على اي جزء انت عايزه. بص انا هنا دوست على الايد الصفرة دي فجابها لي. طب انا مثلا عايز الشاشة الزرقاء دي بيجيبها لي، عايز الجزء الابيض ده هيجيبه لي. يبقى انت بتقدر تتحكم في كل لون موجود في الايقونة بالطريقة دي. اول دوسة بيجيب لك الاطار الخارجي، لكن انت مثلا لو عايزين مثلا الاطار الاسود ده بتاع شاشة اللابتوب، مجرد ما تضغط عليه اهو هيجيبه. وهكذا، يبقى انت بتتحكم في كل حاجة في الايقونة من الجزء الاوبشن ده اللي بيطلع مجرد ما بتضغط عليها. طب انت مثلا لو عايزين نشيل العدسة دي، او عايزين مثلا نشيل الدايرة بتاعت العدسة دي، مجرد ما تضغط على العلامة دي اديك شفت، ادينا شلناها وسيبنا اهي الايد بتاعتها. يبقى انت بتتحكم في كل جزء زي ما قلنا، سواء لونه او لو عايز تشيله خالص. ده كده بالنسبة للايقونات، ودي كده المفروض عرفت هتتحكم فيها ازاي. طب انا دلوقتي عايز اضيف كلام، مثلا انا عايز اضيف كلام هيكون مثلا انجليزي زي ما هو. هبدأ ان انا اضغط عادي كأني بكتب على برنامج الوورد، وهكتب مثلا اكسب اونلاين. ادي كتبت كلمة اكسب اونلاين، ابدأ اضغط عليها علشان اشوف الاوبشنز اللي هيطلع لي، سواء مثلا عايز اكبر الخط او عايز اعرضه. انت ممكن ببساطة تعمل كده، نكبر من هنا. طب انا عايز اغير الفونت نفسه، ممكن مثلا نعملها من هنا اهو. مجرد ما بتلف كده بيجيب لك الاوبشنز المتاحة. وليكن مثلا هنختار الفونت ده. طيب انا مثلا عايز اضيف تحت الكلمة دي عايز اضيف تاج لاين. مجرد مثلا ما انا اعمل اد تكست هيجيب لي تحتها كده، وابدأ مثلا ان انا اضيف تحتها جملة تاني وليكن مثلا ده يستربح من الانترنت، وهصغرها وخليها تحتها بالشكل ده. طيب عايز اعمل ايه تاني في التصميم؟ مثلا ممكن ان انا اعمل دي كده واجيبها تحت، وابدأ ان انا اشيل الجزء ده كده. مثلا ممكن اعدل على الجزء ده، وممكن اخليه كمان بلون تاني. هوريكم مثلا عايز اعمل ايه، وليكن كده. وممكن اجي هنا ده ان انا اعلم على دول واشيلهم كده، واجيب دي جنبها بالشكل ده، صغرها شوية. اكبر دي شوية. بص انت بتقدر تتحكم في كل حاجة، وممكن مثلا اجيب العلامة دي، ممكن اشيل الجزء البرتقاني ده وخليه كده، احط دي هنا صغرها كده شوية. بس انا ممكن اخلي ده كده التصميم بتاعي. اديني كده عملت تصميم، بص عامل ازاي، حتى لو مثلا بسيط، لان انا عايز بس اوريك. يعني انا مش بدور على حاجة معينة او بعمل حاجة معينة، مجرد بس اوريك ان الادوات فعلا بسيطة وتقدر ان انت تستخدمها. لو عملت بريفيو بص بيجيبولك ازاي يبقى موجود على تي شيرت او على مج او على التليفون او على البيزنس كارد زي ما شفنا. يعني طبعا شكله كويس جدا بالنسبة لان انا ما شغلتش لا برنامج تصميم ولا عملت اي حاجة في اي حاجة، مجرد سحب وافلات زي ما قلنا، بتعمل دراج وبيبدأ الموضوع كده ينتهي. طبعا انا قلت هنا نيو دي شرحتها في الاول علشان نجيب فيها ملف جديد، بريفيو دي علشان اشوف زي ما قلت شكله على تيشيرت على مج على تليفون على كارد.
وهنا علشان تعمل له سيف وداونلود، ودي اخر خطوة بعد ما بتخلص، بتضغط على سيف، بيبدأ ان انت تكتب الايميل بتاعك بتحطه هنا وبتعمل سيف وكونتينيو. مجرد ما بتعمل سيف وكونتينيو بيبعت لك التصميم بتاعك على الايميل، وبتقدر تدخل الايميل وتنزله. يبقى انت كده عملت تصميم بخطوات بسيطة جدا من غير اي حاجة، ولا برنامج بقى، لا محتاج فوتوشوب ولا محتاج اي حاجة. وزي ما قلت لك، لو اتقنت العمل عليه ممكن اصلا تشتغل من خلاله على مواقع الخدمات، وتبدأ ان انت تبيع التصميمات، وهتعملها في وقت بسيط جدا زي ما شفت دلوقتي. يعني بوقت الحلقة اديني جربت معاك وعملت تصميم. انت طبعا علشان تعمل حاجة احترافية اكتر من كده هتاخد بقى وقت، وتقعد تجرب وتشوف الامكانيات والايقونات المتاحة وازاي تقدر تستغلها بشكل اكتر من كده. اتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة. دمتم بخير، ونشوفكم الحلقة الجاية.